نتكلم على المعلمين، نتكلم على بناء الشخصية، نتكلم على متعة التعلم. تصدق فينا وتصدق اللي بنعمله مش بس النهارده لكن طول الوقت اللي فات هو بيشجعنا. النهارده بنتكلم على ان احنا نخلي 500,000 طالب في مرحله التعليم الاساسي سواء بنين او بنات يشاركوا في التعلم بهذه الطريقه وفي بناء الشخصيه والتربيه الاخلاقيه للاطفال، ممارسه الرياضه، دمج الرياضه والتعلم بالخبره في غرس قيم الاخلاقيه. احب اشكر شركه ويلسبرينج على المجهود الضخم اللي عملته معانا الخمس ايام دول، وعايزه احب اقول ان اول مره مدرستنا بتدخل تدريب زي ده، وفي الحقيقه ان التدريب ده يعني امتعنا جدا والولاد استمتعوا بيه وادخل على روحهم البهجه والسرور. شركه ويلسبرينج ليها كل تقدير واحترام على الجهد اللي عاملاه في المدارس اللي موجوده عندنا في عزبه شلاله.